السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله نعرف ازاي تستثمر في صناديق الاسهم في برنامج ثاندر اول حاجة بتدخل على استكشف وصناديق الاسهم وهنشوف دلوقتي مع بعض صندوق اي اختصاره او الكود البورصة اي زد او هنشوف هو كويس ولا لا هو سعره دلوقتي اربعة جنيه عشان تستثمر فيه لك لازم هتاخد الارباح بعد ثلاث سنوات لو انت حبيت تاخدها قبل الوقت ده هيتخصم منك اربعة في المية تقدر تشتري من اول الساعة 11 ونص رسوم الاسترداد اللي هي الرسوم, الرسوم اللي بيتم خصمها منك لو انت سحبت فلوسك دلوقتي بعد ما بتنفذ الطلب بتقعد يوم واحد عمل اقل حد للسعر هو شراء شهادتين فانا ما فضلش صندوق اي زد او او صندوق اي زد فرص انك انت تستثمر فيه اموالك الا لو كان مبلغ كبير وهتسترده بعد ثلاث سنوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته